حقيقي. بتلاقوا دعم كبير جدا من لجنه التخطيط طبعا. من مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، دايما حريص ان هو يكون متواجد في قطاع الناشئين طبعا. دايما بيكون في كلمات ودعم ومسانده ورسائل مهمه للاعيبه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كمان على مستوى البنيه التحتيه بنشوف مدرج جديد بيتبني هيبقى تحتيه احدث الاجهزه، ومتواجد دلوقتي احدث الاجهزه سواء طبيه او رياضيه او جيم على اعلى مستوى او عمليات استشفاء. مهم جدا لما يكون رئيس النادي الاهلي بقيمه الكابتن محمود الخطيب ولاعيب كبير واداري على مستوى اعلى، تلاقوا كل الدعم منه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بص يعني انا مش عايز اتكلم عن كابتن محمود الخطيب كتير، لان يعني الشغل مش محتاج ان انا اقوله. الشغل اللي موجود جوه النادي وانا حاسه والناس كلها حاساه يعني موضوع كبير جدا. فكره ان هو قبل ما انت بتقول حاجه، يعني انت عاده وانت بتفكر ان انت تطرح موضوع بتبقى بتجهز كتير جدا عشان تطرح الموضوع. انا يعني ما بلحقش ان انا فهمان. هو معانا على طول في كل المواضيع وقاري كل القصص، وانا قبل ما افكر انا عايز يبقى ليه، هو بيقول لي انت، انا ببقى اخد داخل بالورق وببقى عايز ان انا يعني كل حاجه بتحتاجوها على طول. ما بلحقش بقول لك انا ببقى داخل من الورق هطرح المواضيع بلاقيه هو كابتن بيكلمني فيها يعني. فطبعا لا، هو كابتن ايده معانا على طول، يعني ايده معانا في كل تفصيله خاصه بقطاع الناشئين. انا عايز اقول لك حاجه، هو عارف اللعيبه بالاسم، دي حاجه برضو فجاه ما كنتش حدش يعرفها. انا بلاقي الكابتن بيقول لي بيسال على اسماء جوه القطاع، وعارف الفرق وعارف المسابقات كل تفصيله في قطاع الناشئين. ده بيحط مسؤوليه كبيره عليكم طبعا. لا طبعا، يعني عارف المدربين وعارف اللعيبه وكل تفصيله في قطاع الناشئين هي عند الكابتن. يعني احنا مفيش حاجة مستخبية ولا مفيش حاجة ان احنا بنعملها هو مش عارف. اللجنة عارفة كل حاجة وانا ببلغه بكل حاجة اول باول، واحنا زي ما بقول لك كده احنا بنشتغل تيم. طب حرص الكابتن لما لقيته مرة الساعة 6 الصبح هو جاي هنا في الملاعب وقت التمرين الساعة 6 صباحا؟ لا لا، الكابتن بص، الكابتن ملوش مواعيد، يعني ممكن تلاقيه في اي وقت موجود في الملعب. اي وقت تلاقيه موجود في الملعب، واي وقت تلاقيه نزل. وعلى فكرة الكابتن مثلا يعني شوف اعداد زي كده كبيرة جدا، تلاقي الكابتن ممكن تلاقيه موجود على طول في اي وقت وصار مع كل الناس. يعني احنا في مثلا 3000 لعيب مثلا النهارده، فاضرب في 2 احنا بنتكلم في 9. فاهم قصدي ايه؟ لان واحد جاي وهو والده ووالدته بس، بقينا 9000. ممكن صار مع 9000 ولا ما يقولش وعمره ما قال لا لاي حد. فطبعا هي الفكره، لا الكابتن طبعا موجود معانا، موجود معانا يعني. هو مش موجود رئيس النادي، هو موجود معانا في القطاع، ايده معانا. كل تفصيله بتحصل في القطاع بتبقى من خلال اللجنه، من خلال ان احنا بنتكلم مع بعض، وبعدين في الاخر بنوصل لقرار، وانا بنفذ القرار ده جوه الملعب. ما فيش حاجه فرديه خالص جوه النادي. التحضير للموسم الجديد مهم جدا، بيتم التخطيط ليه من بدري. أكيد. الفرق المشاركه السنه الجايه كابتن خالد بيبو، وانت يعني فرصه ومتواجد معانا النهارده ومتواجد في اختبارات النادي الاهلي، تحضير الموسم الجديد الفرق ايه اللي هتكون موجوده في قطاع الناشئين في الاهلي للموسم الجديد؟ احنا السنه دي هنشارك في 2003 بطوله الجمهوريه، ده الفريق اللي هيبقى تحت الدرجه. خلاص احنا كل المسابقات ما بنشاركش المنطقه. كل المسابقات خلاص انت لازم، ده شيء افضل. ده شيء افضل طبعا. بطوله المنطقه اصلا يعني بتلعب في الاخر ثلاث اربع ماتشات والفرقه بتنسحب. وماتش انا بدور على الحكايه خلاص. يعني فهنشارك في 2003 وال 2005 وال 7 وال 8 وال 9. دي بطولات الجمهوريه. دي بطولات طبعا الجمهورية. عندنا قطاع البراعم تحت، وقطاع البراعم بعد كده بقى من 2010 لغايه 2015 2016. تمام. اخيرا يا كابتن خالد، عايز برضو رايك في التجربه اللي احنا عملناها على قناه النادي الاهلي في برنامج الاشبال، استاد الاشبال، وكنا بنذيع هنا مباريات الناشئين على الهواء، وكنا بنشوف الملعب ما شاء الله على اعلى مستوى، نقل تلفزيوني، استوديو تحليلي، بنعايش اللاعب الصغير التجربه دي عشان لما يكبر يبقى عايش التجربه دي مره واثنين وعشره، ما يبقاش عنده الرهبه بتاعت اذاعه المباريات. وبدات جماهير النادي الاهلي تعرف اللعيبه بالاسماء دلوقتي بتاع الناشئين. صحيح صحيح. طبعا بص يا كابتن سما، دي من اهم حاجات لشغلنا. بمعنى ايه؟ ان انا محتاج ان اللعيب والجمهور يطمنه. انت بتطمن جمهور الاهلي ان هو عنده لعيب هو بيشوفها بعينيه، يبتدي يحفظ اساميها، يبتدي يعني. زمان كانت في فرصه اكتر، الناس كانت بتروح الماتشات، كانت مهتميه جدا. انما انت دلوقتي انت بتودي له ماتشات لغايه عنده، ودي حاجه كانت مهمه جدا. ماتشات الناشئين مش كل الماتشات تقدر ان انت الناس تقدر تتفرج عليها. لا، انا شايف ان انت
بتنقل نقله، عملت نقله للقطاع بمنتهى الامانه لشغلنا. انت بتريح اللعيبه كمان، لان هو اللعيب نفسه كمان بيقدر ان هو، انت كنت بتتعب طبعا الاول.